بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مع فيديو جديد إن شاء الله يعجبكم. ما تنسوش الإعجاب للفيديو ومشاركة الفيديو، ولو أول مرة تشاهد القناة فضلا اشترك بالقناة وفعل الجرس بحيث يوصلك كل ما هو جديد. طبعا بناء عن سؤال حبيبي الغالي أحمد، عايزين فيديو أبو أهلة عن موضوع إزاي اللي أنا أبدأ أفوق الديك، مثلا لو هو بيقابل ديك تاني وكده. فطبعا أنا ما بقدرش أقول الكلمة التانية أبو حميد، المهم اللي يا رب تكون فهمني. تعال نشوف النهاردة الفيديو، هنبدأ نتكلم إزاي اللي أنا أفوق الديك وهو قصد ديك تاني. المهم أول ما بنزل الديك أو أول ما بقى أطلعه من الكرتونة، أهم حاجة يكون في كرتونة، ما بقاش حطه في شنطة أو في شكارة بحيث اللي أنا أبقى بادئ اللي أنا كبسه. ساعة ما ببدأ اللي أنا أطلعه، أول ما بطلعه خالص ببدأ اللي أنا أغسل له وشه وأبدأ أوقفه شوية كده قبل ما يقابل التاني أهوت. تمام، ادي الكرتونه برضو ابو حميد، مثلا كرتونه تكون كبيره يبدا اللي هو ياخد راحته فيها، متفتحه من الجنابه اهيت، مطرح اليد لو هتمسك منها من ايد من هنا وايد من هنا. تمام، دي احسن من الشقاره. طبعا هنبدا اهوت هتعامل ازاي، مثلا لو هو مثلا مش قادر ياخد نفسه او معمول على زواره وكده، فابدا اللي انا اشفط ازاي او مثلا اتعامل معاه ازاي وكده. تمام اهوت ببدا، بس معلش ببدا كمان انا اللي ايه بصور والكلام ده، فطبعا زي ما انتم شايفين محدش بيصور معايا، عايز بس اظبط ال ببدا اللي انا امسك الديك وابدا اللي انا اغسل له وشه وابدا مثلا اجي يعني ايه اهوت خاصة فهو دلوقتي بيعض الواحد لان بقالي كتير ما بمسكش الديك ده اصلا. تمام اهوت هبدا اوريك، مثلا لو هو مثلا البوز بتاعه بدا ده مثلا ببدا يعني ايه لو عينه انطرفت او انضرب على عينه، ببدا ان انا بطرف لساني كده وابدا ان انا المس له على عينه بحيث لو عينه مدمعه او اتخبط عليها ببدا ان انا اروح يعني بطرف لساني كده على العين. نفترض مثلا لو الديك هو واقع كده في قلب الارض، وابدا ان انا اتعامل معاه ازاي. ببدا ان انا امسك الديك اول ما بياخد مثلا يبدا اللي هو يرفرف في قلب الارض والكلام ده، ببدا ايه يعني خد نادره او مثلا اتعمل جامد وبدا اللي هو يفرفر على الارض، ببدا ان انا امسك الديك من عند المخرج بتاعه وابدا اسد له مخرجه. ليه؟ علشان ما يبداش اللي هو النفس مع المخرج يكون مفتوح فمكانه ويبدا اللي هو يفرفر ويبدا اللي هو يموت مني والكلام ده. فببدا اللي انا تنيني سدد له المخرج بتاعه وابدا اللي انا افوقه، ببدا مثلا عندي زي ما انا بنفخ له كده من عندي من ناحيه جنبه كده من عند الصدر كده، ببدا اللي انا انفخ له وابدا اللي انا ابدا اللي انا افوقه وابدا مثلا يعني ابدا اللي انا اجيب عند صدره وابدا اللي انا ابدا اللي انا امسكه وابدا اللي انا ادعكله في الصدر هو واقع خالص، فهو اهم حاجه اللي هيوقفه، وابدا اللي انا اهوى عليه بالهوايه كده مثلا اهوت لغايه ما يبدا يقف على الايد. هو دلوقتي مثلا كان واخد يعني ايه اتخبط مثلا نادره، اتخبط مثلا على الرقبه، اتخبط ضربه يعني مقتل، فالمهم اللي هو بدا اللي هو يرفرف والكلام ده. فببدا اللي انا زي ما بقول لكم ببدا اسد المخرج بتاعه، لو انت سديت المخرج بتاعه بسرعه هيبدا اللي هو يبدا اللي هو ياخد نفسه وهيبدا اللي هو يتظبط معايا كده. طبعا اللي هو برضو على الزوار وكده مثلا ومش قادر ياخد نفسه ببدا اللي انا اشفط له. انت مثلا ما بتعرفش تشفط الكلام ده، بتبدا تخلي اي حد يشفط له، يشفط مثلا البلغم والكلام ده طبعا بحيث اللي هو يقدر ياخد النفس. تبدا تمسح له وشه بالميه برضو، تبدا مثلا تجيب مثلا الفوطه وتبدا اللي انت تنقط له ميه في بقه. تمام، وتبدا تمسح له جسمه بالميه كده وتبدا اللي انت تنشف له وتوقفه. انت ما انتش واخد وقت اللي هو يقابل التاني والكلام ده لغايه ما الديك يبدا اللي هو يفوق ويبدا اللي هو يسترد صحته تاني. تمام، بس اهم حاجه يبدا اللي انت تمسح له الوش، تبدا تمسح له مثلا افخاده وبرجله تمسح تاعه. ما معكش مثلا مش قادر اللي انت تشفطه الكلام ده، بتجيب له ريشه تكون ريشه كبيره وتبدا تدخلها في بقه اهوت، تبدا تدخل الريشه في بقه وتبدا اللي انت تلف الريشه هي نظيفه ماشي، تبدا تطلع هي دلوقتي حاليا بالبلغم والحاجه زي كده اهوت، طلع كلها بالبلغم
تمام. كده ببدأ اللي انا افوق الديك، ابدأ اللي انا اخليه يبدأ اللي هو يسترد صحته، تمام. بس اهم حاجة يا ابو حميد زي ما بقول لك، لو خد مثلا يعني خبطة مثلا دوخته وقع على الارض، فببدأ اللي انا اسد المخرج بتاعه. نفترض مثلا المنقار بتاعه او البوز بتاعه وبدأ اللي هو وقع او الكلام ده، فببدأ اللي انا اجيب له تراب ناعم جدا ومثلا بدأ اللي هو بينزف منه الكلام ده. ابدأ اتعامل معاه ازاي؟ ببدأ اجيب تراب ناعم جدا، تمام، وابدأ اللي انا اجيب التراب ويكون مثلا واحد حب التراب على الارض، وابدأ اهو مثلا كده نفترض التراب ناعم جدا اهوت، تمام. طبعا البق مثلا البوز بينزف والكلام ده، انا ببل بس بقه بحيث مثلا عشان التراب يمسك، واعرفك مثلا ايه طريقة ازاي كده التراب مثلا بيبدأ اللي هو يكتم ادي التراب، شفت؟ ده بالنسبة لو هو واخد يعني ايه البوز بتاعه وبدأ اللي هو وقع او مثلا بينزف والكلام ده، ببدأ اللي انا اقصله تراب ناعم جدا، تمام. وابدأ بقى بعد كده يعني ما اجيبش بقى مية عليه، بحيث ان التراب لو هو مثلا جبت عليه مية هيبدأ التراب يقع مني تاني، يبقى انا ما عملتش حاجة، تمام. لكن في الاول قبل ما احط له التراب ببدا اغسل له وشه، وابدا اللي انا افوقه، وابدا مثلا اشفط له النزيف الداخلي ده، ببدا اللي انا اشفطه ببقي والكلام ده، وابدا اللي انا وابدا مثلا بالفعل ابدا مثلا لو انا كده اتقرفت ولا حاجه، ببدا اجيب ريشه، وابدا ريشه تكون كبيره ابدا ادخلها في بقه، وابدا الفها، وابدا اشيل البلغم اللي عليها واغسل له بقه بالفوطه زي ما انا بغسل كده دلوقتي حاليا. العين مضروبه على العين بتاعته مثلا، ببدا اللي بالطرف لساني ببدا الحس له العين بتاعته، تمام. وابدا اكتم له زي ما انا كاتم كده المخرج بتاعه من ورا، تمام. ياخد فتره بحيث اللي انت مثلا ساعه ما تقفل له المخرج من ورا يبدا اللي هو يبدا ياخد النفس، ويبدا اللي هو نفسه يبدا اللي هو يتظبط تاني، تمام، ويبدا اللي هو يقف على رجله تاني، تمام. ده بالنسبه يعني بالنسبه مثلا لتفويق الديك، ابدا اللي انا افوقه ازاي. وباذن الله لو في سؤال تاني نبدا نجاوب عليه ونبدا نعمل فيديو. واشكر ابو حميد على برضو اللي هو يعني قال لي حاجه زي كده مثلا عايزين فيديو عن كذا، فهو ده بالفعل اهوت زي ما انت شايف كده ابو حميد. بدانا اللي الديك يقف تاني على رجله، وابدا مثلا اللي انا اغسل له الريش، وابدا اللي انا اهويله والكلام ده، فيبدا اللي هو يقف على رجله تاني ويبدا اللي هو يتظبط. طبعا بشكركم كلكم جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وعيد سعيد علينا جميعا، كل سنه وانتم طيبين.